تحت رعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وأبي حضور فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة، أقيم صباح اليوم حفل افتتاح المؤتمر الدولي حول معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لاتفاقية حقوق الطفل، وذلك على مسرح قصر بيان. هذا وشهد الحفل معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ومعالي الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح وسمو الشيخ ناصر لمحمد الأحمد الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي النائب الأول رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس خالد الصالح وكبار المسؤولين بالدولة وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني. وبدأ الحفل بالنشيدين الوطنيين للبلدين الشقيقين ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم. بعدها ألقى فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة كلمة: هنا على أرض الكويت التي دأبت على الدوام على الوقوف إلى جانب فلسطين وقضاياها العادلة، ولا يفوتني كذلك أن أعبر عن شكري والتقدير للسيدات والسادة المشاركين في جلسات هذا المؤتمر، مثمناً عالياً عملهم وجهودهم العلمية والقانونية التي كلنا ثقة بأنها ستسهم في إظهار الآثار التدميرية لسياسات إسرائيل قوة الاحتلال التي تنتهجها ضد الأطفال والطفولة في فلسطين المحتلة. ثم ألقت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير دولة للشؤون الاقتصادية هند صبيح براك الصبيح كلمة: حيث حرص سموه أن تحتضن دولة الكويت فعاليات المؤتمر الدولي حول معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لاتفاقيات حقوق الطفل، لنعبر معا عن تضامننا مع الطفل الفلسطيني والدفاع عن حقه الشرعي في العيش الكريم في وطنه وعلى أرضه. إن الحديث عن ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الطفل الفلسطيني لم يكن يوما من باب الادعاء أو التجني، فالصور والمشاهد والأدلة كثيرة على معاناة الطفل الفلسطيني وما يتعرضه من اضطهاد على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تعمد إلى تحطيم واقعه النفسي والوجداني من خلال ممارسات تعسفية تهدف إلى إيجاد واقع طفولة وحياة متدنية بسبب العنف والقهر الذي يمارسه الاحتلال. وألقى معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمة: نجتمع اليوم في الوقت الذي تتفاقم فيه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في حجمها وشكلها ومضمونها، الأمر الذي أصبحت معه بالتبعية معاناة الشعب الفلسطيني السياسية والاجتماعية والاقتصادية أكثر وقسوة، وبحيث لا يقتصر تأثيرها على الزمن الحاضر بل يمتد ليأخذ بعدا تنمويا مستقبليا أيضا، بما في ذلك التأثير العميق على مقدرات ومستقبل الأطفال الفلسطينيين. إن مسؤوليتنا تجاه حماية الطفل الفلسطيني كبيرة ولا يمكن التخلي أو التقاعس عنها، وتستدعي عملا جادا وحقيقيا ووضع خطط واضحة للارتقاء بوضعية الطفل الفلسطيني وضمان كفالة حقوقه المختلفة. بعدها تم عرض فيلم وثائقي حول معاناة الطفل الفلسطيني، كما قام الطفل أحمد عاكف عوض والطفلة نوران أحمد البلبول بتقديم فقرة تعبر عن معاناة الطفل الفلسطيني. أقول لكم في هذه اللحظة تعتبر تاريخية بالنسبة لي،
لأني أول مرة أخرج من فلسطين، ولأنني سأتحدث عن تجربة اعتقالي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهي التجربة التي مر ويمر بها الآلاف من الأطفال من أطفال فلسطين. أود أن أقدم شكري لدولة الكويت الحبيبة متوجة بأميرها صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك على استضافته لنا لهذا المؤتمر العظيم ضد معاناة أطفال فلسطين من انتهاكات الاحتلال الصهيوني. وأشكر رئيس البرلمان الكويتي على موقفه المشرف لطرده السفير الإسرائيلي، وقال له فإن لم تستحي فافعل ما شئت، فإن لك ذرة من الكرامة فاخرج من هنا يا قتلة الأطفال. هذا وتم إهداء سموه رعاه الله وفخامة رئيس دولة فلسطين الشقيقة هديتين تذكاريتين بهذه المناسبة. وقد غادر سمو حفظ الله ورعاه وضيف الكريم مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب.